نروح للاهلي. امبارح قلت لكم ان الاهلي هيجتمع النهارده وبنسبه كبيره هيعتذر عن المشاركه في بطوله كاس الرابطه، وده اللي حصل الحمد لله. مش عشان الاهلي اعتذر الحمد لله، انا بقول لكم يعني اللي احنا قلناه حصل. اللي احنا امبارح قلنا، احنا لما بنقول حاجه في البرنامج يعني الحمد لله بنحاول نبقى قبل ما نقولها نبقى متاكدين من الـ من الـ من الخبر يعني. فامبارح انا طلعت امبارح معاكم هنا قلت لكم ان الاهلي بيفكر او بيدرس فكره الاعتذار عن بطوله كاس الرابطه، وفعلا قلت لكم ان الاهلي هيجتمع النهارده والاقرب ان هو يعتذر عن المشاركه في بطوله كاس الرابطه، وده اللي حصل فعلا. النهارده الاهلي قرر الاعتذار عن المشاركه في بطوله كاس الرابطه، وقال مبررات، قال ان هو عنده عدد كبير جدا من اللعيبه غايبين، وقال ان هو بيستعد لمباراه الهلال وان مش عايز حد من اللعيبه دي تتعور، وان حتى لو لعب بالناشئين الناشئين والشباب مع فرقهم في مرحله الشباب والناشئين في النادي الاهلي بيختموا البطولات، فعايزين يسيبوا اللعيبه تلعب مع فرقها. يعني عندهم ظروف نقدر نقبلها يعني مقبوله بالنسبه لنا انا حتى، يعني لما شفت المباريات الاهلي لقيتها منطقيه، رغم ان انا امبارح حتى اقول ان البطوله دي كويسه وللعيبه اللي هي مش دوليه وان هم يستعدوا، لكن الاهلي ليه وجهه نظر اخرى وخلينا نحترمها، ان طبعا هم خايفين ان في لعيبه موجوده دلوقتي حد يلعب في ماتش كاس الرابطه مع المصري يتعور، وفي ماتش الهلال السوداني ماتش مهم جدا وماتش مصيري للوصول او الصعود لدور الثمانيه. قال لك طب لو لعبنا بالناشئين، طب ما الناشئين والشباب عندهم ماتشات مع فرقهم في النادي واحنا في فتره نهايه الدوري، ماتشات مؤثره والنتائج والكلام ده، فالافضل ان احنا نعتذر، مش مشكله بطوله كاس الرابطه في الموسم الحالي. اعتذروا بشكل شيك يعني، وعرفت ان رابطه الانديه المحترفه قررت يعني قبول اعتذار النادي الاهلي، بس عرفت ان ممكن يبقى في غرامه ماليه بسيطه لعدم مشاركه النادي الاهلي في او اعتذار النادي الاهلي عن المشاركه في البطوله.